يعطيكم العافية جميعاً رح ننتظر هيك دقيقتين ورح نبدأ الدرس إن شاء الله <applause> السلام عليكم مساء الخير جميعا رح نبدا اليوم درسنا عن موضوع خطة النشر واستراتيجية المحتوى إن شاء الله تكونوا كلها تكون بخير وسلامة يا رب العدد الطلاب كل ما لو عم يقل الله يسلمكم يا رب هلا نحن اليوم درسنا كثير مهم درسنا يعتبر خلينا نقول حجر اساسي لاي شركه بدنا نستلمها يعني خلينا نقول اجتنا شركه بدنا نعمل لها تسويق فنحن لازم نعمل خطه نشر واستراتيجيه محتوى هذا الحجر الاساسي لمدخل الاعلانات يعني الدرس الجاي راح يكون راح نحكي نتكلم على شيء بيتعلق في موضوع الحساب الاعلاني ومدير الاعلانات ونتعرف على الحساب الاعلاني بشكل كامل فهذا الدرس يعني هلا مثل ما خلصنا ال 50% اللي كانت هي خلينا نقول هيك مدخل وبنفس الوقت اساسيات في موضوع النظري وطبعا تعرفنا على كثير امور لكن نحن هلا هون نحن بلشنا نشرح بشكل كامل وقت تجينا شركه ونحن بدنا تسويقيه. طيب خطط الشيء بدي اتاكد انه الصوت واصل للجميع. الصوت واضح. استاذ ناصر فعلا احيانا واضح واحيانا يتقطع. اهلا تمام. هو الفكره موضوع هذا الموضوع يعني بيتعلق بموضوع الانترنت يعني اوقات ممكن يكون الانترنت عندي بيجي فترة موجات تقطع واضح اوقات بيسحب بشكل كامل انه يكون واضح فمين هلا حاليا عم يقطع عنده مين هلا حاليا عم يكون عنده واضح بشكل كامل الصوت والصورة عم تقطع طيب. الصوت هلا حاليا عم يقطش ولا وضع مشي حاله؟ اه تمام وانا <applause> قلت انا بسال السؤال واستنى الاجابه طيب آه، غالبا مش الحال الصوت هذا احد السلبيات في التدريس يكون اونلاين طيب رحنا رح نبدا على بركه الله آه... فهم اهميه خطه المحتوى تعتبر خطه المحتوى احد الادوات التسويقيه الاكثر فعاليه والتي يمكن ان تساعد الاعمال الناشئه على تحقيق اهدافها تساعد الخطه المحتوى في تحديد الرسائل الرئيسيه التي تريد ان تنقلها لجمهورك وتحديد القنوات التي ستستخدمها لنشر هذه الرسائل وتحديد الاهداف التي تريد تحقيقها من خلال هذه الرسائل، نحن بنقصد بالرسائل واللي هي المنشورات. طيب خطة المحتوى، هلا نحن رح نتعرف بشكل يعني خلينا نقول فعال ورح ننشئ مع بعض يعني بنهاية هلا حاليا هذا القسم رح نفتح ملف وننشئ مع بعض ننشئ مع بعض خطة محتوى أو خطة نشر لشركة معينة. وكل شركة بنحاول نتجزأ فيها، طبعا هي الخطة فيكم انتم تستخدموها ونقسمها ونعرف ليش نحن قسمناها في كل جزئية. ترى يعني هذا الدرس كتير كتير مهم، يعني بتمنى انه تركزوا فيه وكتير كتير مهم. طيب كيفية إنشاء خطة نشر محتوى؟ إنشاء إنشاء خطة نشر محتوى احترافية وطويلة الأمد على الفيسبوك والإنستغرام. يتطلب تحت التخطيط الدقيق والتفكير الاستراتيجي هلا حاليا رح نتبع نحن الخطوات في موضوع خطه النشر اول خيار هو تحديد الاهداف انا لازم احدد هدفي بشكل واضح من ناحيه آه خطه النشر اللي بدي يعني انا بدي ازيد مبيعات بدي ارفع عدد المتابعين نحن هلا حاليا ممكن نستلم واحد انفلونسر واحد انه صانع محتوى اه او شركه خلينا نقول منطلقه وشركه امورها تمام ما بحاجه لانه تعمل اعلانات هي بهمها انه تزيد الوعي هي إلى خطه خاصه فيها في وحده لا بدها تجيب التعزز المصداقيه في وحده لا خطه شامله كامله محدده طيب تحديد اهدافك بوضوح انا لازم اسال حالي انا هل بدي ازيد الوعي بالعلامه التجاريه اكثر فعناتها انا بدي اعمل شو بدي اعمل فيديوهات الفيديوهات لازم تتضمن واحد واثنين وثلاثه شفتوا انتم بالدرس السابق شرحنا على موضوع آه الخطه التسويقيه وشفتوا انتم آه الخطه التسويقيه اللي كنت انا عامله وطبعا كان من ضمنها هي خطه نشر وراح نشوفها مع بعض آه، بنفس الوقت أنا بدي أجيب المتابعين خطة النشر للمتابعين صدقا جدا مختلفة عن خطة النشر تبعت المبيعات خطة النشر المبيع المتابعين أنا معناتها المحتوى كله عندي هو عبارة عن نصايح هو عبارة أنه أنا بقدم معلومات عم بقدم شيء للناس ما عم باخذ منهم ما عم على اعلانات فشيء اكيد انه هن يتابعوني فهون نحن بكل بند بكل هدف ففي عنا آه، استراتيجيه للنشر أو تحفيز المبيعات، تحفيز المبيعات معناتها أنا لازم عندي هذا المنتج بدي أعمل له خطة نشر كاملة، هذا الخطة النشر للمنتج أنا ممكن أقسم، أول شيء أنا عندي منتج بيتكلم نشر أول أسبوع عن جودة المنتج، نشر ثاني أسبوع عن مدى المدى التنافسي بالسعر لهذا المنتج وثالث اسبوع بدي انشر عادة على, على مدى يعني خلينا نقول الخدمه اللي نحن بنقدمها للعملاء في ايصال هذا المنتج وبيعه فمثلا على سبيل هي انا عم نحن عم نفكر مع بعض في كل هدف شو ممكن بنفس الوقت كمان لازم انا احط هدف قابل للقياس يعني مو احط بدي اجيب 10000 متابع او 20000 متابع انا بالنسبه لي يعني نحن شفنا كثير حسابات انستغرام شفنا انه بعض الحسابات الانستغرام بيجي شخص بيضيف وهمي 10000 متابع او 20000 متابع انا ما بنصح ابدا يعني يكون 500 متابع مهتم وحقيقي بكره راح يفيدونا بالاعلانات وحكيت على موضوع الخوارزميات الخوارزميات بتصيب تخزن في الصفحه عندك المتابعين شو اهتمامات شو طريقه تفاعل شو قد أعمارن فوقت تيجي تعمل اعلان على الصفحه لازم يكون جمهورك فعلا من ضمن اهتماماته للمنتج اللي انت بدك تروجه وقت في اهتمامات انت عملت دعوه مثلا على سبيل المثال لاصدقائك لاقاربك نعم سجلوا هي خلينا نقول زياده عدد لكن لازم تكون الشريحه الاكبر واللي هي تكون مهتمه في المنتج منشان نحن وقت نعمل حمله ترويجيه نعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي موجود داخل منصه ميتا او الخوارزميات ان هي تجبنا الجمهور المناسب لمنتجنا وتنعمل اعلانات يعني وتنعمل اعلان انا مره عملت اعلان لواحد لو عامل عامل اعلان خلينا نقول زياده يعني عامل متابعين وهميين متابعين وهميين ضايفين شيء من الهنود شيء من كذا اعمل الاعلان ما يجيب نتيجه نفتح صفحه جديده ما فيها ولا اي متابع نعمل اعلان نلاقي نتيجه جدا كبيره فهذا مثال مثال انه زياده عدد المتابعين بنسبه 10% خلال الشهر فانا هون حطيت هدف منطقي طيب فهم الجمهور المستهدف تكلمنا عليها وشرحناها انا لازم افهم السلوكيات يعني على سبيل المثال انا كان في عندي صفحه اخباريه اسمها اخبارك في تركيا وكلها تكون شفتوها أنا هي الصفحة فهمت المتابعين عندي إنه بيحبوا الرئيس طيب، رئيس رجل طيب أردوغان. وقتها يشوفوا صورته بيتفاعلوا بشكل كثير كبير. ووقتها أكتب كلمة سوريين ببداية الجملة أنا عم بلاقي أنه تفاعل، فصرت أكسف في المحتوى وأركز على هي هي الاهتمامات اهتمامات أردوغان، اهتمامات السعر الصرف الليرة السورية أو التركية عفواً. آه الاهتمامات خلينا نقول آه كانت موضوع انه خبر صار للمقيمين في تركيا او العرب في تركيا ومثل ما نحن مثلا بالداخل السوري خلينا نتكلم وقت نحن لموضوع اخباري نحن اكثر كلمه نقول كلمه تحرير هلا كتب كلمه تحرير منطقة معينة أو خلينا نتكلم آه افتتاح افتتاح آه بناء أو حديقة معينة بتلاقي أنه أنا لازم أفهم الشريحة وأحط طبعا المنشورات بأفكار، يعني هلا رح نعمل خطة تسويقية وكل منشور لازم يكون نحن ليش حطيناه وليش بهذا الوقت وليش هو بالاسبوع الأول وليش ما بالاسبوع الثاني وليش ما بالاسبوع الثالث أو الرابع رح نقسمها بشكل كامل طيب هلا نحن في عنا الثالث هلا نحن عم عم نذكر مع بعض شو هي أنواع المنشورات اللي أنا لازم أدرجها في خطة النشر عندي المحتوى التعليمي إما بيكون هو نصايح إما هو بيكون حقائق أو إرشادات الإرشادات كتير ممتازة أنا بستخدم من الثلاثة بوزع بقول أنا في عندي بالبوست ده أصنع بوستين صناعة محتوى صناعة محتوى تعليمي واحد يكون نصيحة وواحد إرشادات أنه أنا على سبيل المثال استلمت شركة سياحية بدي أعطي إرشاد لمين الشريحة مشان أجذب أنا الناس يلي بيهتموا بالسياحة فصرت أقدم معلومة أقول آه أنت قبل ما تطلع المطار شو هي الشغلات الأساسية اللي لازم تتجهز لها قبل ما تطلع المطار فأنا هون صرت أعطي إرشادات النصائح أنا ممكن أذكر ننصحك في أنه تطلع على المطار قبل ساعتين فأنا هون حطيت شو ببالي انه انا راح اصنع منشورين تعليميات في آه في هذا الموضوع وراح نسوي خطه تسويقيه خلينا نقول للشركه آه لشركه سياحيه الاخ عمران ما في صوت ابدا بس الصوت مو الكل حاليا عم الصوت ولا بس عند استاذ عمران تمام المحتوى التفاعلي المحتوى التفاعلي انا كمال لازم يكون في عندي في الاسبوع منشور تفاعلي منشور هذا المنشور التفاعلي شو دوره دوره انه انا اخلي من وراء هذا المنشور التفاعلي انه يكون وصول للمنشورات الثانيه اللي بعدها يعني انا اعمل منشور اسمه استطلاع راي انتم حابين تروحوا على دبي ولا حابين تروحوا على السعوديه أو راح حابين تروحوا على مالديف. أنتم حابين هون، أنتم حابين هون. أنا هون عم بعمل بالخوارزميات في ناس عم يتفاعلوا معي فهذا الشيء بيعزز لي الوصول. أو الأسئلة. الأسئلة مثلاً على سبيل المثال، آه، شو أهم معالم خلينا نقول آه، دبي أو شو ارتفاع آه، برج خليفة. آه، عدد الأقياس. أنا هاي بعملها بيكون كتير ممتاز. أنه مثلاً تعمل لي تفاعل جداً ممتاز. المسابقات يلي بيعرف هاي المعلومة رح ننشر حسابه عنا في الصفحة مثلا على سبيل المثال بدون ما نحن ما نتكلف عليه أبدا تكاليف طيب القصص والشهادات هلا أنا بعض المشير كمان ممكن أخصصها واللي هي توثيق العمل على سبيل المثال أنا لازم يكون في عندي منشور أسبوعي الحمد لله بفضل الله تم شحن بضاعه الى دوله كذا الحمد لله بفضل الله استلمنا عميل في دوله كذا فانا هون بحكي بهي الطريقه اذا كان في عندي مصنع وهذا انا بوثق شو؟ عبوثق النجاحات اللي نحن عم ننجحها في الشركه من ناحيه تقديمنا للعملاء والشهادات كمان نفس الأمر إنه ممكن يكون نحن حاصلين على شهادة ايزو أو شهادة خلينا نقول شهادة من وزارة الصحة إذا كان نحن منتجنا خلينا نقول غذائي فنحن ممكن ننزل كمان موضوع الشهادات وأنا كنت أعرف شركة كانت تروح تشارك بس بفعاليات مشان تاخذ دائما الشهادات دائما موجودة لحد يعني في الشركة كان في عنده جدار كامل قلت له يعني هدول الشهادات لو يتنزلوا ويتقسموا على مدار فبتطلع كثير حلوه انه الشركه كل ما لا تأخذ شهادات في بعض نقاط في عملها الاعلانات المنتجات والعروض الخاصه انا لازم يكون في عندي في الاسبوع مو بالاسبوع الاول ممكن بالاسبوع الثاني ابلش وهذا رح نتكلم كمان بشكل مفصل شلون القسم لازم يكون في عندي اعلانات بالاضافه لشو بالاضافه للمنشورات اللي نحن اشتغلناها هلا نحن هون نقطه الاسئله واستطلاع الراي هذا نحن ما بننشر بوست هذا بيكون عباره عن ستوري عباره في ستوري تبع الانستغرام او القصه في الفيسبوك او الانستغرام هون بوست هون بوست يعني منشور لازم يكون طيب والكمان انا في عندي اعلانات للمنتجات فانا لازم انزل مجموعه ولازم يعني مو لازم هون خلينا نقول افضل افضل او احسن للشركه أن يكون في عندها عروض خاصه بشكل اسبوعي يعني خلينا نقول في عندنا منشور بنسميه من إحنا عرض الاسبوع او عرض الشهر ممكن نقسمه هيك على حسب الزبون طبعا، هذا الزبون وقت يكون عندنا ممكن يقول لك أنا العروض والله بتكسرني ما خرجي أنه أعمل عرض كل أسبوع على منتج معين. وإعلانات المنتجات أنا لازم أكون أقسم المنتجات اللي موجودة عندي، على سبيل المثال في عندي منتج للشعر أنا شركة صحية ببيع مواد للعناية الشخصية، ففي عندي منتج شعر، في عندي كريم وفي عندي صابونه للوش وفي عندي خلينا نقول مجدد منتج ثالث او رابع مرطب للوش فانا لازم اقسم هدول المنتجات ما كلها يتم في اسبوع واحد ووزعن على مدار الشهر ممكن انا اخصص اول اسبوع منتجين ثاني اسبوع منتجين بعدين ارجع اعيد الكره بهذا الشكل طيب انا بس مشان موضوع الاسئله للتذكير رح اترك مكان يعني خلينا نقول رح اترك مساحه للاسئله بشكل كامل المحتوى البصري المحتوى في عنا نحن مثل ما ذكرنا انه الصور والرسوم البيانيه والفيديوهات كمان انا لازم ادرج في في خطه النشر انه هل هو المنشور هو عباره عن صور ولا منشور عن رسوم بيانية ولا يكون فيديو هلا هذا كمان كله راح نشوفه في النشر راح نذكر انه انا بدي بأول اسبوع يكون في فيديو تعريفي فيديو تعريفي عن الشركة بشكل كامل من اثبته في رأس الصفحة لانه عندي صفحة جديدة وانا بدي ابدأ اعرف الناس عن حالي لا بعدين انا خلصت الفيديو فبدي صور في بعض منتجات ما بينفع تعمل لها تصميم يفضل تنزل كصور الرسوم البيانية هاي طبعا يعني هو يعني لبعض شركات ولبعض شركات بيصير أربعة إنشاء تقويم المحتوى تقويم المحتوى أنا لازم أعمل كمان بأي ساعة بده ينتشر وبأي وقت رح لازم ينتشر وبنفس الوقت أنا كمان لازم أعمل تحليل يعني أراقب المنشورات بشكل دائم أراقب أنه شلون وقت أنا عم بنشر منشور شط طول خلينا نقول بأول ساعة تفاعلوا معي تاني ساعة شط تفاعلوا معي نشرته بوقت تاني طبعا هذا الشيء بيختلف من بلد لبلد وبيختلف من منتج لمنتج وبيختلف من شريحة لشريحة عنا شريحة الموظفين لبعد الدوام عنا شريحة النساء بعض منا بيكون بعض ضوام بعض منا بيكون يعني كل الوقت. في عنا شريحة كنا نحن نشوفها انه هي ما مبت... يعني كنا نستهدف الناس اللي بتسهر. في شريحة محددة انه الناس بتسهر، بدنا الناس اللي بتسهر بآخر الليل. كان المنتج هو عبارة انه يكون منتج خلينا نقول العاب. جيمر وما جيمر وهالأمور. لعبة، عم نروج لعبة لعبه فحاولنا نحن نختار الشريحه اللي بتسهر لانه هي مستهتره بوقتها فبتنزل التطبيقات بشكل اكبر طيب اعداد المحتوى مسبقا انا لازم قبل ما ابدا الخطه للشركه في انه استلمها لازم انا اعمل المحتوى بشكل كامل جاهز جاهز للنشر جاهز للتنزيل وبنفس الوقت أنا لازم أعمل جدولة على مدار الشهر طبعا ما قدرنا ما مش الحال منكون مرنين لكن أنا بعطيكم الأفضلية أنه يكون المحتوى جاهز في عنا نحن شركة جاهز المحتوى عن شهر كامل جهزنا محتوى عن شهر كامل وهلا حاليا بنصير ننزل تبعات طبعا هذا الشيء بيخليك لا تواجه مشاكل مع الزبون وبنفس الوقت ما يصير تقصير وما يصير خلينا نقول تشويت مرة ينتشر يوم هيك ومرة الساعة خمسة ومرة الساعة سبعة و... لا وقت أنت تعده بشكل كامل وجاهز قبل فترة فأنت هون بيصير عملية النشر عندك منتظمة يعني ما في منشور قبل ما في منشور بعد طيب المرونة والتكيف. انا وقت اشوف منشور معين حطيته فكره ببالي ونزلته فلازم انا اشوف اقياس له لقيت الامر ما في اهتمام الجمهور ما في كذا لازم بسرعه مباشر اعمل تعديل على الخطه ما خليه ثابتة اقول والله خلاص يعني انا عملت خطه واتفقت مع العميل وخلاص و... واتفقنا اتفقنا انه ننشر هي الخطه وفي مناسبه لا لا حاول تعدل في نص الخطة عدل وغير المحتوى من شان تتلافى أكبر ضرر للعميل التحليل والتقييم مثل ما ذكرنا التحليل والتقييم إحدى الشغلات اللي أنا فادتني كان في موضوع الصفحة عليها حاليا 114 ألف متابع وين في خبر لأردوغان لا أنا على الصفحة وين في خبر أردوغان حتى لا يقول أردوغان يعني ما 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 بينشر شيء فأروح أطالع منشور قديم وأرجع أنشره مرة ثانية منشور ما له علاقه بخبر معين يكون منشور يعني كلمه لاردوان بشكل عام الصفحه عندي بتحب اردوان الصفحه عندي شريحه السوريين فهي كتير كتير متفاعله كان موضوع المواضيع خلينا نقول القاسيه على سبيل المثال صارت جريمه او صار حادث كان يجيب تفاعل طبعا هذا كله ادوات قياس نحن نشوفها كان في بعض منشورات لوحدة من الشركات كان يتعجب مواضيع معينة كنت مستلم لوحدة دكتورة صحة عامة وتنتكلم على موضوع النصائح عن الطفل والطفل كيف لازم يأكل والطفل كيف لازم يعتني بحاله وشو أفضل أطعمة لأله لقينا تفاعل أكثر من محتوى اللي بتعلق في المرأة اللي عم تعتني في الطفل أنه شو كيف لازم تكون نفسيتها كيف لازم تكون امرأة لقينا اتجهنا باين غيرنا المحتوى كلها توصلنا نركز على موضوع الطفل فهذا الشيء كمان كثير مهم وقت نعدل ونتلافى ونضل عم نتابع بشكل مباشر ونقيم العميل يعني ما بيلحق انه يقول لك انه بنهايه الشهر ويقول لك انا ما شفت نتيجه انا ما شفت خلينا نقول اي تغير او اي قيمه انا اخذتها منك فانت مشان تحافظ دائما حلل وقيم وعدّل وغير طيب التفاعل مع الجمهور مثل ما ذكرنا موضوع هلا هذا ما بدرج بالخطه لكن هذا الشيء اساسي انه انا اعمل له مثل ما وقت مخصص اخصص له خصص له في ساعه في اليوم يعني خلينا نقول لو نص ساعه ممكن اخصص له وقت التفاعل مع الجمهور الترويج المدفوع كمان هو بندرج من ضمن الخطة تبعية النشر إنه أنا هون رح يكون في عندي إعلان هون في عندي إعلانين فكمان نحن ندرجه التحديث المستمر بنفس الوقت نحن بصير في عنا خلينا نقول تغيرات بالسوق على سبيل المثال موضوع فلسطين صارت تنتشر الإعلانات وينحط عليها علم فلسطين فهذا عم يتماشى مع السوق عم يتماشى مع التغيرات والاهتمامات اللي توجهت قال انا هلا حالي ايش بنزل اي اعلان ما راح يهتموا له لانه موضوع فلسطين شاغل بشكل كامل فصار ينزل منتجات وعلم فلسطين انه هو زلمه داعم ومستمر في عمله فهو عم بيعمل تحديثات التحديثات المستمره كان في خلينا نقول يعني طرق لنشر صارت جديدة موضوع الريلز فكمان الريلز صار لأ موضوع جذاب أكثر أنا ممكن أشاهد فيديو لمنافس ويكون المنافس عم يصور بطريقة أو عم يعمل شرح ممكن نحن حددنا المحتوى بشكل كامل لكن طلع عنا خلينا نقول كان في عندي شركة هي الشركة عملوا تحديث على اجراءات واحده من الخدمات فاضطرينا احنا نعدل على المحتوى ونصير نوجه المحتوى على موجب التعديلات اللي قامت فيها الدولة في التعديل طيب أنا لهون خلصنا الخطوات الأساسية لموضوع خطة النشر هلا حاليا الشاشة ظاهرة عندكم عم تشوفوا ملف الوورد أنا بس شان أتأكد نعم المحاضره مسجله المحاضره مسجله وهي عبر اليوتيوب بشكل كامل فيكم تحضروها طيب هلا هون نحن رح نبدا في خطه النشر مع بعض بتحبوا تقترحوا شركه من عندكم نعمل لها خطه نشر واحده من المجالات اقترحوا لنا شركة أو بتحبوا نعمل على شركة سياحية وكالة تسويقية نحن راح نبعد لأنه نحن وكالة تسويقية ما راح تفيدنا لأن نحن بدنا نستفيد من الزباين يعني أكثر شركة البسة شركة تجميل وعطورات ألعاب أطفال بس قليل اللي بيعرف يسوق لوكالة بيعرف يسوق لوكالة تسويق والله الموضوع وقت يكون واحد عنده خبرة شاملة بيكون موضوع بسيط شركة برمجية صناعة أخشاب شركة استيراد توصدير يعني انا سالت طلبت رايكم انه تبعثوا لي شركات تقترحوا لي ما لقيت شركه ولا واحد كل واحد بيبعت آه اللهم بكل بي واحد بيبعت شركه مختلفه عن الشركه يعني لحد الان ولا واحد آه اشترك انه بنفس الموضوع ايات اسنان العاب يعني مجالات مختلفه تماما شركة حج، اه ما شاء الله. طيب أنا منشان ما أكون محايد راح أكتب على شركة سياحية. مشان ما أكون محايد لأنه ما في حدا اشترك مع الأسف وراح أحاول هيك بآخر ال بآخر الجلسة يعني آخذ هيك أسئلة وأجاوبكم أي حدا حابب يعني ياخذ أفكار في موضوع خطة النشر. رح نبدأ هلا حاليا مباشرة. رح نكتب خطة نشر أو نطلع على خطة نشر نحن مساوينا لشركة. حاليا ظاهرة عندكم خطة النشر مو؟ نعم هلا هاي بدي اشرح عليها انا هون حطيت في عنا انواع لخطه النشر خطه النشر وقت تجينا شركه جديده فنحن رح نركز في اول شهر انه نعبي الصفحه ونمليها ونحاول نعرف عن الشركه بشكل كامل هاي خطه نشر لاول شهر اذا كانت عندنا شركه ما في عندها حسابات سوشيال ميديا خالص فاول خطه نحن عندنا انه نحن نملي الصفحة ونحاول نعرف عن الشركة أنا هون اعتبرت أنه الشركة جديدة قلت أنه بالأسبوع الأول شو رح ينتشر رح ينتشر نشر فيديو برومو تعريفي عن الشركة على جميع المنصات طبعا أنا هون بهي الخطة النشر ما بفصل ليش لأسباب لأنه هذا عرض للزبون ممكن يوافق عليه ممكن ما يوافق عليه فلازم أنا ما أعطي كمان الشيفرة شو هي نوعية المنشور فيديو نشر فيديو برومو تعريف عن الشركة إيش مقصود فيه المقصود فيه أنه أنا في عندي معمل أحاول أنه أخليه يصور أجيبه يصور يصوره فيديو لمدة دقيقة كاملة أو دقيقتين وهي الدقيقتين تكون فيها كلام وشرح كامل عن الشركة أنه هي بشو تشتغل هي شو مجالات عملها وهذا أنزله وأثبته في رأس الصفحة هون كمان المنشور الثاني في الاسبوع الاول لازم يكون في عندي نشر توثيق يومي يعني هون انا في عندي منشور يومي لازم يزرع ستوري شو هو التوثيق اليومي صوره من جوا العمل صوره من جوا بيئه العمل اليوم شحنا ل لا... خلينا نقول للعراق اليوم شحنا لمصر اليوم مستمرين في استقبال طلباتكم مستمرين في خدمتكم هذا اسمه نشر توثيق يومي مهم جدا جدا لابعد الحدود انا اطلبه من الشركات طلب يعني من كتر ما كان مفيد ومن كثر ما كان يعني خلينا نقول له اثر جدا كبير هون انك كتبت نشر المنتجات الخاصه بالشركه نحن بنقول بالبراج كلين لانه كانت وقتها اكثر من شركه فانا هون بكتب نشر المنتجات الخاصه للشركة فأنا بنشر منتج واحد مثلا على سبيل المثال أول أسبوع بنشر واحد أو آه يعني ما بكتر بحط منتج واحد حسب عدد المنتجات نشر فيديو ريلز لأحد المنتجات على جميع المنصات هلا أنا هون شكلت في الإعلان في أول أسبوع أول نزلت المنتج بشكل تصميم ونزلت المنتج بشكل فيديو ريلز يعني فيديو قصير أنا هون عم بشوف قسم الأسئلة هذا آه، السؤال إن شاء الله راح أجاوب عليه هلا بعد ما خلصت خطة النشر وإن شاء الله بعد الاستراحة ممكن أجاوب عليه. طيب آه، نشر منشور جمعة مباركة هاي مناسبة تمام بتقولوا لي يونس إيش آه، هو مفيد آه، نشر منشور جمعة مباركة برأيكم شو هو فائدته نشر منشور جمعة مباركة إذا فيكم تكتبوا لي بشكل سريع شوف مين تف... عنده تفكير خارج الصندوق ومين بيشوف أهمية هذا البند بالرغم من أنه ظن بعض الناس كتير بيستغنوا عنه بقول لك أنه أنا كل جمعة بدي أنشر جمعة مباركة شو برأيكم أهميته؟ لا يسمن ولا يغني من جوع بيعرف أنك مسلم مثلا رفع بس رفع كلفة بين الناس هم. حلو طيب طيب انا في واحد منكم ذكر الجواب طيب هو هو تذكير هو اهميته تذكير هو اهميته تذكير انا بقول لكم ليش بيستخدموا الجمعه مباركه بيكون في زبون يكون في زبون واصل متحاكي مع صاحب الشركة تمام وهذا الزبون قايل له نحن بنرد خبر إن شاء الله رح رد الأسبوع الجاي فأنت بتحاول تفتح مع الزبون بطريقة غير مباشرة أنه أنت بتبارك له في موضوع جمعة مباركة فأنت بتبعت له الجمعة مباركة ترى أنت كنت أنا منتظر منك شيء منتظر منك جواب فهي هون بتكمل أهمية الجمعة مباركة بعد بعض منكم يعني كانت اجوبته شوي مضحكه بس يعني هون تكمل الاهميه يقول لي بدي منشور هيك صاحب ال طيب ممكن ابعث له ورده او بوست <applause> لا لا ما بيمشي الحال اذا كان في عندنا عميل رسمي نحن بدنا نحاول نكون شبه رسميين فكان عند التجار وال يعني هذا هذا البوست كثير مهم انه بدي جمعه مباركه بعث لي اياها فانا ابعت له اياها وانا بالنسبه لي يعني يعني بهمني انه الزبون يستفيد بهمني انه يبيع يهمني يصير في عنده حركه بالشركه مشان ايش يقدر يستمر معي يستمر معي ويط... ويكمل في الخدمات اللي انا عم اقدم له اياها فهي اهميه الجمعه مباركه مثل ما شفتوا طبعا هاي اسبوع الاول شوفوا انا بالاسبوع الاول ايش ركزت ركزت انه انا اعطي صوره نمطيه عن الشركه من منتجات من توثيق من تعريف كامل مع شو راح تكون نوعيه المنشورات طيب انا ليش ما بلش من الترويج من اول اسبوع بعض الزبائن بيجيني بيقول لي بدي اروج فورا بدي اروج ما ذكرت هون كلمه ترويج مية مية آه شو عم بارك؟ عم بذكر الزبون بالدفعات اللي عليه، نعم نعم هذا شيء كتير كثير وارد كثير مهم طيب ننزل أه، عفوا ننزل للاسبوع الثاني، شوفوا بنلاحظ بالاسبوع الثاني بالاسبوع الثاني كتبت ترويج الفيديو البرومو، نوع الترويج زيادة متابعين أنا حددت أنه هذا الترويج يكون نوع الترويج فيه أنه هو يكون زيادة متابعين، ليش؟ برأيكم؟ عملته بهذا الشكل لانه انا بدي ناس مهتمه في هذا في هذا العمل بدي اخزن متابعين في الصفحه ما بدي اعمل اعلان انه تعالوا اشتروا من عندنا لا بنشر فيديو برومو تعريفي وبروجه بستفيد منه هم هو انا هدفي منه هدفي من ترويجه هو مو زياده المتابعين لا هدفي انه انا اوصله لاكبر شريحه لكن بضرب عصفورين بحجر واحد بروجه زياده متابعين وبروجه وبنفس الوقت بيصل للناس هذا البند اساسي في كل اسبوع لازم اذكره ونشر توثيق اليومي للعمل ونشر المنتجات انا هون صار في عندي منتج منشورين اساسيات اذا في عندي لشركه اكثر من منتج لازم اسبوعيا أنا, انا اكون في عندي لمنتج نشره ونشر فيديو لريلز ونشر جمعه مباركه شوفوا انا هون ما ذكرت شيء غير انه انا ضفت شو ضفت انه يكون في عندي برومو انه اروج البرومو فقط لا غير الاسبوع الثالث كمان انا هون شو ضفت ضفت انه نفس الامر نكمل الاسبوع الثاني لانه نحن عندنا اول شهر الشركه جديده بحاجه لمتابعين بحاجه نحن لنعرف الناس بشكل كثير كبير وهون انا شو ضفت ضفت بس اللهم بند خامس واللي هو الترويج منشور جمع عملاء ايش المقصود بالمنشور الجمع عملاء انا هلا حاليا بالاسبوع الثالث صار فيني ابلش اجمع عملاء ليش برايكم لانه الاسبوع الاول صار في منشورات وبالاسبوع الثاني صار في منشورات فبيجي العميل بفوت على الصفحه وبيحاول يطلع على المنشورات فبلاقي الصفحه ملانه بلاقي نوعا ما صار نسبيا صار في عدد متابعين لا باس فيه في الصفحه وهذا الشيء رح يعطينا مصداقيه وانا هون حددت انه نوع الترويج لازم يعني هون انه رح يكون انه بالاسبوع الثالث رح نبلش نجيب عملاء لكن العملاء رح يجوا رح يجوا قلال 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 وهذا الشيء لازم اوضحه للعميل طيب الاسبوع الرابع انا كملته طول الشهر بشكل كامل طول الشهر هذا الفيديو انا اروجه ما اوقف لانه عندي شركه جديده هون انا كتبت؟ كتبت انه نشر منشور جمع عملاء على مجموعه من المنتجات يعني وصلت بالاسبوع الرابع نشرت اول اسبوع المنتجات، ثاني اسبوع نوع قسم المنتجات، ثالث اسبوع قسم المنتجات. بالاسبوع الرابع انا جمعتهم كلياتهم قلت منشور واحد وروجتهم. قلت هون انا بدي اضرب عصفور مثل ما أقوله عشر عصافير بحجر واحد انه اروج كل المنشورات كل المنتجات ب خلينا نقول بمنشور واحد. طيب انا ليش ليش ما عملت هذا الشيء بالاول اسبوع؟ لانه ما راح يكون مناسب انه انا اعرض كل المنتجات دفعه واحده عندي وانا ما راح يعطيني خلينا نقول انه ما في منتجات فانا وقتها قلت له لجميع المنتجات فهو بينزل الصفحه فبلاقي تفصيل عن كل منتج يا ريت بس بعيد انه اكرر هاي السؤال انا اسف بس يعني موضوع الأسئلة أنا ما فيني اجاوب عليكم ومشان ما يعني ما أتجنب أسئلتكم أو أنساها فياريت أجدوا الأسئلة أو تسجلوها وراح أفتح يعني وقت للأسئلة. طيب هي الأسبوع الرابع أنا هون إجتني شركة خلينا نتكلم نروح على الوورد وإجتني شركة حرفيًا منطلقة وحرفيًا أمورها ماشية وما عندها أي مشاكل. يعني مساوي فيديوهات ومساوي صور منتجات وكذا كذا الامور انا هون بدي احدد الاهداف هون بجي بحط هدف بقول انا الشركه جديده حطيت هدف انه انا زد للوعي في اول شهر ثاني شهر شو بدي اساوي في شركه مقطعه اول شهر ثاني شهر في شركه ما لا يعني مقطعة اول شهر لكن الشهر الثاني ما مكمل فيه فانا هون بحط على سبيل المثال نكتب خطه نشر الأسبوع الأول هون حطيت حطيت مثلا المنشور الأول شو راح يكون؟ المنشور الأول راح يكون إنه أنا أبلش في صناعة المحتوى أهمية المنتج عندي كيفية أنا في خلينا نقول شركة البراجيكلي أنا شفتها هو السداج فأنا السداج لازم أن يكون في عندي منشور بالقواعد الأساسية اللي شرحناها واللي هي خلينا نقول منشور صناعة محتوى. صناعة محتوى إيش المقصود فيه؟ أنا منتج أنا تاجر سداج. فبدي أنا أتكلم بمواضيع تخص التجارة تخص كيفية البيع وهالشراء، كيفية توزيعها بالسوق، فأنا ممكن أحدد هون من الأفكار أكتب إنه خلينا نقول نصائح، نصائح أعمال هون إما يكون إرشادات، إرشادات أو يكون مثلا على سبيل مثال. ممكن أنا أشرح المنتج عندي كيف أنا فيني أشرح المنتج عندي عندي منتج سداج لازم أنا أفهم العميل وهي طبعا من أحد أهم الشغلات اللي أنا بشوفها كتير مناسبة أنه أنا لازم أنا أفهمه للعميل عندي أنه أنا إحنا في عنا أكثر من خامة لموضوع السداج وأكثر من جودة فوقتها يجي يتواصل معك ويقول لك يقول لك لا انا لقيت عن واحد ارخص منك طيب بلكي كانت الجوده مختلفه فانا لازم اصنع محتوى منشور اعرفه اقول له انه السداجه اللي بتكون قماشتها كذا اللي بتكون الوانها كذا بتكون فعاليتها خلينا نقول لمده اسبوع اللي بتكون انا عم بصنع محتوى ما ببيع فهذا اول منشور ارشادات او نصائح عن منتج او تعريف عن منتج عن المنتج أو المجال طيب الأسبوع المنشور الثاني نحن قلنا توثيق العمل هذا أساسي طيب بنفس الوقت أن نشر منشور آه, نشر هون كتبت قسم من المنتجات قسم نشر قسم من المنتجات ما قلت انا منتج واحد محدد لا مجموعه من المنتجات انا فيني ابدا من اول اسبوع بمجموعه من المنتجات هون ترويج لقيت انا الشركه منطلقة ما شاء الله عليها عامله منشورات عامله محتوى لكن عندها نقص هون يحتاج شفناه بالخطه التسويقيه بقسم الاحتياجات انه عنده نقص في زياده المتابعين معناتها انا بكتب هون انشاء هون مكتوب حملة ترويجية زيادة متابعين هون حملة حملة جمع عملاء طيب بما انه هلا حاليا صار وقت الاستراحه رح نكون خلونا نكون على الساعه 8 و5 دقائق في في الدرس رح ناخذ هلا حاليا استراحه ورح بعدين رح نكمل ان شاء الله

السلام عليكم راح نكمل ان شاء الله ما يكون حدا طلعان طيب هلا كملنا بالاسبوع الاول نضل نحن نكتب كمان نكمل نكتب الجمعه مباركة طيب انا هون انا هون بالاسبوع الاول بيفترق بيفرق عن الخطه التسويقيه الخطه النشر السابقه شو وضعت وضعت حملات ترويجية من البداية من البداية حطيت حملات ترويجية طيب أنا هون كم منشور صار عندي صار عندي منشور منشورين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب منشور حملة الجمع وملاء شو هي المنشور المناسب لها المنشور المناسب لها هو أنه أنا أروج المنشور اللي نشرته واللي هو كل المنتجات حط المنتجات كلها وانا وأترك الحملة فعالة. طيب أنا هون هذا حاليا الأسبوع الثاني. بنفس الوقت أنا هون خلينا نقول هذا ال الستة البنود فيني أنا أرجع أخدن وأكررن. منشور صناعة محتوى، توثيق عمل، نشر قسم من المنتجات، حمله ترويجيه زياده متابعين هي مستمره انا فيني اعملها خلينا نقول لمده آه مده مده شهر كامل تمام مده شهر كامل وبنفس الوقت حمله جمع العملاء اللي هي حمله خلينا نقول آه كسب زبائن هي انا شو ممكن اعمل عليها تعديل انه ممكن انا ازيد الحمله او ممكن انا اغير في الحمله او ممكن أنا أعمل أكتر من حملة، حملة كمان جمع عملاء، أنا هون كمان في عندي حملة جمع عملاء، أو ممكن كمان شو ممكن أعمل؟ ممكن أنا أغير أحط، حطينا إحنا في الكبل قبل، وأحط مثلاً فيديو نشر فيديو ريلز. لأحد المنتجات أنا هون لي محصور بس بمنتج أنا ممكن أكتب أو الخدمات أنا هون لي محصور هلا هون أنا عم بكتب لكم إياها شفهي خلينا نقول شفهي إنه شو المقصود شفهي يعني أنا ما حددت شو هو المنتج لكن في خطة نشر أنت بدك تحدد المنتج لكن احنا ما في عنا حاليا تصور لواحد من المنتجات انا مو عندي منتجات الشعر نشر ابيدو ريلز لمنتج الشعر هذا الاسبوع الثاني منتج الثالث كذا نشر توثيق عمل على الستوري اليومي انا هون بدي احط مثلا افكار بعمل هيك منشور ستوري الصباح ستوري الصباح يعني صباح الخير مثلا آه... توثيق توثيق العمل انا ما ب... يعني ما في يعني ما بيكف خلينا نقول ما بالضروره بس انشر بس ستوري واحد لا انا خلينا انشر ثلاثه خلي دائما يكون في عندي الحساب عندي فعال واكتف هاي الاسبوع الثالث الاسبوع الرابع الاسبوع عفوا الثالث الأسبوع الثالث أنا هون إيش ممكن أنشر؟ أنا ممكن أنشر كمان أكمل في صناعة المحتوى لكن في عنا هون بدنا نقسم صناعة المحتوى. هون حطينا نصائح أعمال، حطيت الأسبوع الأول أو ممكن أبدأ في نصائح الأعمال في الأسبوع الأول، بالأسبوع الثاني إرشادات، بالأسبوع الثالث تعريف عن المنتج. فأنا هون بكل أسبوع أنا في عندي تغيير. في من نشر قسم منتجات، قسم منتجات اللي عم ينتشر في الاسبوع الاول غير الثاني غير الثالث. الحملات الترويجيه عم تشمل كل المنتجات، انا عملتها حمله جمع عملاء. هي ما نفس ال خلينا نقول يعني حمله جمع العملاء هو ما نفس البوست عم لا انا عم بصمم بوست جديد عم بعمل فيديو عم بعمل خلينا نقول بدل التصميم عم بعمل فيديو وعم برجع بعمل حمله، واللي هي المقصود انه في انا عندي حمله اسبوعيه، هذا المقصود فيها. وهون انا بس اللهم بلعب في موضوع انه انا خلينا نقول عندي على مدار ثلاث اسابيع انا بزيد الحمله دائما بالاسبوع الرابع انا بعتمد طبعا هي استراتيجيه بتختلف من شخص لشخص خلينا نقول لشركه انا الاستراتيجيه هي انا بتبعها وملاقي نتيجه فيها يعني واللي هو الاسبوع الرابع انا بنشر كم جميع الانجازات اللي تم انجازها في هذا الشهر يعني بدي ما اعمل فيديو تعريفي انا هون بعمل فيديو ايش العدد اللي... مثلا خلينا نقول الرسوم البيانيه انا انا بنشر منشور بكتب الحمد لله مثلا تم ايصال عدد طلبات اكثر من 300 طلب 400 طلب تم يعني بنشر خلينا نقول آه تو يعني خلينا نقول فيديو الانجازات او منشور الانجازات هذا انا بضيفه بالاسبوع الرابع والاسبوع الرابع دائما بتكون حملة جدا كبيره وبعدين بيصير الموضوع روتيني نستمر بالحمله اول شهر بتكون على نفس السيستم ثاني شهر بنغير بنصير نعتمد خلينا نقول موضوع الفيديوهات الغريبه يعني نحن تكلمنا على موضوع صناعه المحتوى شنو عم بيكون ممكن يكون فكاهي ممكن هون يعني في عنا اكثر من نوع للمحتوى فينا نمشي فيه بخطه ونوزعه من شهر لشهر ثاني خلصنا اول شهر بهي الطريقه نصح ارشادات تعريف المنتج جينا بالشهر الثاني صرنا ننشر محتوى تفاعلي ابداعي حركي اكثر حركي مقصود فيه انه تصوير سريع لقطات عم تتحرك بشكل سريع انا هون عملت تغيير طيب انا هون رح ارجع هلا حاليا على السلايد وراح اخذ هلا حاليا افتح قسم الاسئله في موضوع خطه خطه النشر ممكن يعني ممكن ممكن انا استعين بشات جي بي تي على سبيل المثال لاطالع افكار، خلينا نشرح بس هي النقطة مثلا خطة نشر نشر لشركة سياحية خطة نشر لمدة شهر لشركة سياحية أنا هون شات جي بي تي بحسن آخذ منه الأفكار وممكن ما أقدر آخذ منه كلها هون أعطاني الأسبوع الأول ترويج للوجهات السياحية الثاني ترويج للخصومات يعني أنا هون مثلا في بعض أفكار ما قدرت أنا اطلع. لان خطة خطة النشر يعني ما بهالسهولة إنه أنا معكم ابلش مثلا اكتبها بشكل محدد ونعتمدها مع بعض لا هون لا هون ايش كاتبين؟ كاتبين الترويج للعروض والخصومات فهو بالاسبوع الرابع نحن كمان هلا حاليا الخطه اللي كنا عم نسويها مع بعض انا ممكن اكتب بالاسبوع الرابع انه نحن خصومات الشهر في عندنا مشروع اضافي خصومات الشهر بشكل كامل هون كاتبنا هون كاتب على الاسبوع الرابع التسويق للخدمات الاضافيه يعني ممكن هو ينزل منتجات جديدة إذا بعطيه رجع مثلا خلينا نقول تحديث مرة ثانية وإذا أعطيني أفكار ثانية هون أعطاني باليوم بالتفصيل أعداد تقرير شهري يلخص أداء الحملات والتحليلات ونعطاني اعطاني بشكل كامل الخطه اللي انا بدي اشتغل عليها هو ما اعطاني خطه النشر لكن يعني فيني استعين بحد معين في الشات جي بي تي طيب في حدا عم بيسال نادين سنادين نادين تفضلي يعطيك العافيه <applause> كوتش يا اهلا ممكن بس اغلبك ترجع تعرض الاسبوع الثالث لانه كنت عم بصور لهم حتى ارجع لهم وما لحقتها الاسبوع الثالث في موضوع اللي آه كنا اه لو سمحت تمام هي هو الفيديو مسجل يعني الفيديو خلينا نقول آه مسجل ف فيكم ترجعوا له على قناه منصه رشد اذا حدا عنده اي سؤال تاني حملة زيادة متابعين هي المقصود فيها أنه أنا أرفع عدد المتابعين في الصفحة عندي والحملة جمع عملاء أنه أنا ما أرفع على المتابعين عندي أنا أركز أنه يتواصلوا معي زباين يعني هلا الشاشة مشاركة معكم وهذا مدير الإعلانات اللي عندي وهي الحملات اللي موجودة عندي هلا رح نشوف أكثر من حملة مع بعض علما الدرس القادم انا راح اشارك هذا الامر كلياته بشكل كامل معكم لكن يعني توضيح سريع هو لانه شو ما يصير كمان المحتوى مكرر وقت يكون اسئلتكم طيب أنا هون ظاهرة عندكم الشاشة أنا هون في عندي حملة على سبيل المثال حملة الأردن جديدة هون أنا عندي 131 رسالة أنا هون عم بجمع عملاء حملة جمع عملاء 31 رسالة معناتها أنا في عندي 31 شخص ما بيحاسبني خلينا نقول على زيادة المتابعين أنا هون بشوف مثلا زيادة متابعين إذا نحن بنشوف حملة زيادة متابعين نروح على حساب إعلاني عامل فيه حملة متابعين والحملة واقفه هذا هون مثل ما شايفين ترويج زياده متابعين فيفو ايش مكتوب؟ متابعات او تسجيلات الاعجابات 1165 شخص سجلوا اعجابا فانا هون هي هي نوعين من الحمله هي نوع ثالث من الحمله كل في اكتيعنا نحن انواع للحملات طيب نرجع لقسم الاسئله بعد ما نحط خطه شهريه بالاسبوع المفروض نعمل خطه يوميه ولا حسب المناسب بختار الخطه اليوميه على حسب المناسب طبعا يعني انا على سبيل المثال حطيت الترتيب شلون حطيت انه في منشور توسيخ يومي كتبت كلمه يومي وحطيت انه يكون الفيديو البرومو اول شيء التعريف عن الشركه حطيته اول منشور طيب يكون ليش ما حطيته اخر شيء ما توفر فيديو برومو ما في مشكله فانا ما بحسن اتحكم لانه هي المواد ما انا بمتلكها فهمت علي آه آه ما بيكون هي المواد بمتلكها، المواد بطلبها انا بالعاده من مين؟ بطلبها من صاحب العمل، بقول له بدي فيديو برومو تعريفي بيقول لي انا ما مستعد ادفع 500 دولار لحتى اسوي فيديو فانا هون انتقلت لخطه بي بالشيء الموجود اللي موجود عنده فبعمل خطه بس انا باجي بقترح عليه بالبدايه مشان انا اخلي مسؤوليتي ان ترى انت ما تشتغل بشكل صح بس مع ذلك انا راح اكمل لك استاذ انا عملت صفحه شخصيه بوضع احترافي ولما بحاول اعمل ترويج مش بينفع بيجي تعذر اضافه الاموال وفعلت ترويج من الصفحه التجاريه فاشتغل عادي ممكن اعرف السبب الصفحه الشخصيه ممكن يكون مربوط ما مربوطه كانت والصفحه التجاريه ممكن تكون في لها ربط هلا كمان له علاقه كمان من وين الترويج ولا لأي دوله الصفحة التجارية دائما بتكون هي مربوطة بمدير أعمال وتكون حساب احترافي واللي هو اللي هو بيكون صناعة محتوى مسمي بيكون أنه مربوط مع حسابك الشخصي طيب أيه حدا عنده نعم ممكن يكون مشاكل الدفع رح نجي عليها في الدرس القادم رح نتعرف على حساب رح ننشأ الحساب الاعلاني رح ننشئ الحساب الاعلاني رح نضيف بطاقه الدفع وناخذ كل النصائح اللي ممكن تسبب لنا مشاكل في الحساب الاعلاني وتعطله يعني كثير كثير تفاصيل رح نشرحها هلا حاليا حدا عنده اي سؤال ثاني موضوع طيب انا سالت في الاول كيف اعمل الاستطلاع وازاي اثبت منشور اثبت المنشور في الصفحه خلينا نحن نشوف مع بعض وهي احد الصفحات نفوت عليها على سبيل المثال هي الصفحه طلعت لي اول شيء أنا هون منشرت منشور باللغة الروسية ولأنه ترويجي للروسيا فأنا هذا دخليه يتثبت في أول صفحة مكتوب تثبيت المنشور فأنا هون بس أعطيت تثبيت منشور فهو أول ما يفوت على الصفحة فبيطلع له بأول الصفحة بصير يعني بتنتشر منشورات ما بي المنشور بينزل لتحت بيضل فوق كيف ممكن احول الحساب العادي لحساب احترافي هلا نحن شرحنا هذا الدرس ممكن ترجع للفيديو ممكن ترجع لقناه اليوتيوب قناه اليوتيوب شارح كيفيه انشاء حساب تجاري وبشكل كامل طيب وكمان اسم البرنامج انفذ عليه فيديو واعمل عليه اي تعديلات هلا الموضوع البرنامج اللي بيصنع فيديو واللي تصاميم يفضل تقسيم العمل ما انت تعمل كل شيء يعني انه انت تعمل تصميم انت تعمل فيديو حلو انه تتعلم لكن حاول انه يكون في شخص مختص هو يساوي هذا الامر طيب اذا كانت الصفحه لخدمات مقدمه اونلاين طيب اذا كانت الصفحه لخدمات مقدمه اونلاين من كتابه المحتوى يعني مو منتجات او شركه عن شو ممكن يكون البرومو اللي, اللي يكون برومو عن اهميه المحتوى البرومو يكون على اهميه المحتوى للشركات وشو هو دوره الفعال وشو هو تطوره وبعد يعني فينا نذكر نحن هلا حاليا يعني سيناريو بشكل كامل اكتب بعد خبره طويله في هذا المجال في كتاب محتوى وتنفيذ كتابات لعده من الشركات خلينا نقول نلخص خبرتنا في تقديم لك أفضل أنواع يعني خلينا نقول أفضل جودة في المحتوى وخبرة خلينا نقول تزيد عن عشر سنوات يعني بساوي ترتيبة كاملة للبرومو في هذا الموضوع ما تظهر على الصفحة الشخصية تظهر على الصفحة التجارية فقط لا غير برنامج كانفا وبرنامج كوب كات هدول صحيح ممتازات لما كانفا للتصميم وكوب كات للفيديو وممكن يكون فين اشتراك شوي يكون ماجور بس موقف كلفته عالي كاين ماستر هاي المستر كارت من اي دوله لانه في مثلا العراق في كثير بتواجه مشاكل في بطاقه الدفع. في عنده كمان سؤال طيب رح نكمل نحن هلا هون نحن جينا لكيفية كتابة النص الإعلاني ومن شو بتكون المشهور المشهورات عنا شون وقتها بدنا ننزلها بخطة النشر شو لازم يكون مرتبة أفهم المنشور مثل ما قلنا فهم الجمهور المستهدف في موضوع الأخبار كلمة عاجل هي اللي بتلقط في عندي اهتمام الناس أنه بتهتم بكلمة عاجل الجمهور مستهدف وفهم احتياجاته وتفصيلاته فأنا هون فهمت أنه خلينا نقول عنا منتج لألبسة الأطفال ألبسة الأطفال أنا بشوف أنه السيدات بتكون عند اهتمام أن يكون المنتج يكون من القطن لأنه بيريح بيكون مريح كثير كثير للطفل فأنا هون بركز أنه يكون أنه أنا أكتب بشكل كامل شو التفاصيل عن المنتج هلا هون انا بهذا الاعلان كاتبه بشكل مختلف لانه انا ببيع جمله ولما الجمله انا ما في داعي او اوصف كل هالوصف انا بدي ابيع قطع على السريع لكن موضوع مفرق لا بيهم هي التفاصيل انا اذكرها يعني شوفوا نحن بكل شركه عم بيفرق اذا كانت هي شركه جمله ولا مفرق بيفرق الامر في موضوع الكتابه طيب الرساله واضحه ومحدده يعني نحن مثل ما ذكرنا في الدرس السابق انه ما يكون في اي تعقيدات يكون يعني خلينا نقول بسيط انا بحكي كاني ما كن حدا شخص قدامي وابشرح له الاعلان اللي موجود عندي العنوان 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 كتير كثير مهم في موضوع البدايه لاي لاي عمل مثل ما شفنا نحن صفحه اللي كانت اسمها اسمها يوسبوك كان وقتها او خلينا نشوف نحن افرجيكم مثلا واحد من الفيديوهات اللي اشتغلناها لحاليا ونزلناها للشركه هون مثلا شوفوا العنوان العنوان كتب كلمه تسكار في كل دار هون كتب كلمه خلينا نقول كلمه تشويقيه في موضوع هدية مميزة بمناسبة رأس السنة. أنا هون في عندي رأس السنة قرب وأحجز هديتك الآن. هدية مميزة متكونة من مئة ألف غزلة. طب أنا هون بذكر مواصفات لأعطي قيمة للمنتج عندي إنه ترى ترى الموضوع إنه كتير متعب. ترك فيه كتير تفاصيل. هون أنا رجعت قلت له ترى بذكرك ترى هي الهدية إنه بتروح لماك لماذا العمر. هنا أشوف الفيديو مثلا خليك اول الناس مميز بهديتك في المملكه العربيه السعوديه والمملكه العربيه الهاشميه الاردنيه طبعا هون مثلا شوفوا العنوان كافي تبحث عن هديه مناسبه ومميزه انا هون خلينا نقول كتبت له الوجع في مدفون انا لو عملت ترويج من صفحة نفسها لا نفس لو عملتها من تطبيق مجموعات، لا ما نفسها ابدا ورح نتكلم عن هذا الموضوع في الدروس القادمه، ايش الفرق عن الترويج من التليفون من التطبيق؟ وايش الفرق الترويج من مدير الاعلانات؟ ف فموضوع العنوان كثير مهم، كثير مهم، هون طلعوا كرر العنوان بأكثر مرة بس فقط أنه اللهم صل على النبي أنه لقى خلينا نقول نتائج فعالة في هذا العنوان هون شوفوا مثلا طريقة الإعلام بشكل مختلف تم بعون الله شركة عم تكتب كلمات تم بعون الله توفير خدمة الشحن إلى جميع محافظات المملكة الأردنية وبأسعار منافسة فهو ما شرح ما أعطى وضوح بعدين عمل تشويق ليكمل القراءة وعرف هو شو هو المنتج تركيز على الفوائد وليس على الميزات المقصود بهذا البند واللي هو, هو انه انا اركز على انه ميزات المنتج ميزات المنتج انه هو جودته عاليه خلينا نقول سهل الاستخدام لا انا بذكر الفوائد انه هذا المنتج راح يخليك تظهر بشكل لائق خلينا نقول عندنا موضوع الالبسه آه، عم نروج لموضوع البسه هذا المنتج راح يخليك آه، تظهر في جميع مقابلاتك في جميع لقاءاتك بشكل مميز آه، خلينا نقول هي الشركه هي هي الرحله السياحيه راح تكون لك بمثابه آه، خلينا نقول الراحه النفسيه وتجدد طاقتك فانا هون وين عم بوصف له؟ عم بوصف له المشكله الموجوده اللي عنده اللي ممكن تخليه يفكر هو ليش ياخذ هي الخدمه فانا بذكر له اياها بذكر له اياها ترى هي مشكلتك هون علاجها هون فائدة اللي ممكن تحل مشكلتك طيب الدعوات للتواصل هاي نحن في اخر منشور بنحط انه انت يمكنك التواصل معنا عبر الارقام الثانيه ونحن بنحط اوقات واتساب رابط مباشر والكلمة بتكون احنا بنستخدمها بالعادة بنستعمل انه اشترك الان او تواصل معنا المزيد طبعا هذا الامر بينطبق على التصميم وبينطبق على النص الاعلاني الكلمات المفتاحية ذكرنا موضوع الهاشتاج الهاشتاج هو بيخلينا نحن يصل المنشور بشكل اكبر وبنفس الوقت الكلمة كلمة تخزن الصفحة تخزنت كلمات بنفس المجالة كل ما خلى موضوع البحث عليها تطلع في اول نتائج البحث الايجاز والبساطه يعني بشكل بسيط انا ما احاول اكثر نص يعني مثلا في بعض بعض شركات لاحظت عليها انه الموظف عندن عم يستخدم شات جي بي تي يعني عم يستخدم موضوع موضوع شات جي بي تي في نص اعلاني مثلا بدك نص اعلاني لرحله على جزر المالديف طبعا انا بستخدم هذا المثال لانه يعني ليكون معروف عند الجميع احنا عن شو نحن عم نتكلم استمتع بعطلة الأحلام في جزر المالديف هون اختار لي عنوان مناسب أنا ممكن أستفاد منه لكن شوفوا هون هون أنا قسم لي بشكل كامل الحجز والاستفسار أعطاني الترتيب قسموا ثلاث أقسام هون أنت شو راح تكون الفائدة اللي للك أنا بعيشك الشعور معي أبا خليك إنه هلا مثلا أفضل منتجعات الفاخرة على وجه الأرض هاي بند محذوف انا يعني بيهمني انه شو رح استفاد شو رح شو رح اطلع يعني نحن دائما بنشوف شركه سياحيه استمتع معنا رقد حياه العمر لا انا اكتب لي بالضبط رح يكون في طعام بالرحله رح يكون في انشطه في نوع في نوع مثلا انشطه ترفيهيه بنوع معين اكتب لي اياها يا ريت وضح لي اياها هذا بهم اكثر ما انا اكتب افضل المنتجعات الفاخره على وجه وجه الارض مغامرات غوص لا تصدق لاستكشاف انا هون كما بحاجه لتوضيح انا هون لازم احط مثلا بند الغوص اوضحها ما في داعي اكتب مغامرات وغوص لا لا شو اسمه رفاهيات الغوص تذوق الاطعمه اللذيذه والمأكولات البحريه الطازجه انا هون لازم اكتب يتوفر يتوفر شو يتوفر الاكل يتوفر الطعام والطعام نوعيه الطعام انه هي بحريه فانا ما في داعي مثلا هون اسكن بس هنا هون جمله مفتاحيه استمتع بعطله الاحلام في, في جزر المالديف انا هي احسن استخدمها وهون بحسن انا اخذ مثلا وشوفوا هون مثلا لدرجه قوه الشات جي بي تي عم يعطيني كلمات مفتاحيه هي كلمات مفتاحيه مثلا بعض منها فانا بوفر على حالي وقت وبوفر على حالي كثير امور هون مثل ما ذكرنا احجز الان او اشترك الان هي غير الموضوع فممكن اذكره التاريخ الرحله كمان ممكن اذكره العرض شو بيشمل هي ممكن استغني عنها انا بحاول قدر المستطاع قدر المستطاع انه اقصر موضوع النص الاعلاني هلا نجي على الخطا اللي بيقعوا فيه كثير شركات بتكون مستلمه في التسويق الالكتروني بتكون مستلمه انه بتشتغل بالتسويق ولا شركات واللي هو بينزل المنشور بدون ما يتاكد منه ويت... يعني يتاكد منه بشكل يقرا مره قبل ما ينشر بس يقرا مره وحده ويتاكد منه انه هو ما فيه اخطاء املائيه ترى ترى هذا الامر يعني بيلعب دور كتير كبير عند العميل وقت يشوف المنشور انه فيه خطا املائي بيقول هي الشركة معناتها شغلة شور مورو أو خلينا نقول يعني ما فيها الخبرة الكافية أو الجودة العالية فأنا دائما دائما يعني لحد الآن قبل ما ينزل منشور أنا لازم أتأكد أنه هو خالي من الأخطاء الإملائية وفي عنا نحن في عنا فكرة كمان وقت نعمل إعلان المنشور ما خلص ما عاد فينا نقدر نعدل عليه خلاص ما عاد تعدل عليه حصرا لحظه في الاعلان نقدر نعدل عليه فلازم هي الخطوه كثير كثير اتاكد منها لانه بعض شركات شفتها وكثير شفتها قدامي انه بعض منا بيعمل حمله ترويجيه وبيروج وبيشتغل اعلان قام بتصير الطلبات بتتصل وبصير هو بقى بمازق يوقف الاعلان بربعه ولا بنصه وهيك رح يصير في هدر في الاموال وراحت الاموال على الفاضي طيب العناصر الأساسية للمنشور، أنا منشوري شو من شو بتكون؟ كيف لازم يكون منشوري متكون؟ قلنا العنوان هاي نحن عم نحكي على العناصر الأساسية للمنشور اللي أنا بدي أروجه بشكل كامل. وبنفس الوقت الصوت الجرافيك لازم يكون في عندي تصميم ما أنزل خمس صور عشر صور أو أوقات بشوف هيك ناس بتعمل، أنا هون مثلا بمجال الألبسة بس بس تقصد بس تقصد تنزيل المنتجات بهذا الشكل شوفوا بس تقصد أنه أنزل المنتجات بهذا الشكل بلا تصميم والتصميم عادي برأيكم ليش حجاوب انا بيعطي مصداقيه هو الفكره انه الناس التجار يعني خلينا نقول مخصص التجار التجار بشكل محدد وقت يشوف تصميم ومعمول تصميم ومعمول خلينا نقول يعني عامل لك انت ترتيبه كامله بيحس حاله انه هو في شركه عم بتجهز له للط... يعني خلينا نقول لا 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 تنصب عليه او خلينا نقول لا توقعه لا بالفخ انه تضحك عليه تمام فهو لا ما بيرتاح فهو وقت انه هيك في شركات عم تنشر المنتجات بهذا الشكل فبيقول هي الشركه ما لها وممكن تكون اسعارها رخيصه لا لا مهتمه لا بالبراند ولا بالشيء مثلا محطوطه بهذا الشكل هو ايش بيقول؟ بيقول انه هي الشركه معناتها شركه خلينا نقول اسعار منتجاتها رخيصه وهو بهمه الجوده ما بهمه الشركه شلون تكون شكلها. بهمه الجودة المنتج والسعر. فترويج للتجار للمصانع هذا مصنع. في بعض مصانع بيكون في عندهم قسم للجمله المفرق فبيصير بيهتم بشكل اكبر ما في ممكن يكون وجود لامكانيات تصوير، نحن بنكمل له لكن بنحطه بالصوره، نحن بنقول له الافضل هيك. هيك لتجيب نتائج. ومشتغل له بالشيء المتوفر، بننزله مثل ما انا مثلا هذا الزبون انا مضطر انزله هيك لانه يعني ما 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 قدر ما قدر يتماشى معي يعني، بس انا خليت مسؤوليتي، قلت انا ما بضمن لك النتائج. يعني هلا مثلا نشوف التواصلات هون انا في في تواصلات بيبين معي بشكل كامل وانا هون بحلل الاوقات في الحملات الترويجيه بحلل الاشخاص اللي عم يتواصل معي هل هو تاجر ولا لا مثلا هذا من خلال مثلا انتشار الصفحه أو ظهورها في الاقتراحات. طيب تكون الصورة بجودة عالية وبدقة عالية، هذا الشيء بيلفت الانتباه وبيجذب الشخص إنه بيكون الشخص عم بالمنشورات بشكل سريع. فلازم تكون في تصميم يضرب في عينه ليوقف عند المنشور كم ثانية ويقرأه ويكمل. محتوى النص. محتوى النص يكون واضح مثل قلنا معبر آه وبنفس الوقت يعني انا وانا وانا بذكر كلمه محتوى النص انا بذكرها في التصميم يعني راح اشرح لكم الموضوع هذا بشكل ادق آه على سبيل المثال اوقات نحن بنشوف تصميم يعني انت كمسوق انت ك... بدك تعمل حمله ترويجيه انت كمان لازم تتدخل في التصميم يعني ضروري ضروري انت تتدخل في التصميم راح افرجيكم نوع من التصاميم يعني انا هون حطيت المنتج لكن مع في بعض منا بيكتب المحتوى كلها توين بيكتبوا كلها تو في التصميم لا انا حطيت هون كلمه وخليت عندي التركيز وين انه انا ابرز المنتج هذا مثلا نوع اللي انا عامله هذا عباره عن فقط لا غير نشر موضوع الترويج بيكون إلي عندي اكثر من خيارات شوف هذا مثلا بعض الفيديوهات اللي بقول عليها هي فيديوهات ريلز يعني هي القصيره اللي بتكون هيك بسيطه وتغيير الشكل لعرض المنتجات شوف هون انا اعطي ان تركيز انه يكون المنتج بارز انا هون بعمل وعي هي الصفحه بشكل كامل انا مركز انه اعمل وعي بالمنتج ما في عندي عملاء انا بس اللهم عم بنشر تصاميم تذكيريه للعملاء عندي وللعميل النهائي واذا كان محتاجه استهداف التاجر نفسه بس يا ريت يتوضح هذا السؤال خلينا نشوف آه هذا التصاميم هون كمان يعني رح اشوف كمان موضوع تصميم كثير كثير بيلعب دور اوقات بيكون مو شغال بموضوع شوفوا انا هون في عندي الكلمة جدد الان عناصر التصميم مثل النص الاعلاني تماما جدد الان انا هون عطيت خلينا نقول غموض انه شو جدد الان خليت نقطه تركيز فيها وبعدين هون جوازك السفر من القنصليه سلطنه عمان جينا هون شوفوا كافه الخدمات القانونيه في تركيا اعطيتها ابراز انا هون قلت له انه برز لي بشكل كامل هذا المنشور ما هو منشور ترويجي هذا المنشور ممكن يكون خلينا نقول انه تعريفي عن الخدمات اللي احنا عم نساويها يعني. هون نحن إيش عم نساوي؟ عم نعرف عن الشركة، الشركة جديدة منطلقة خدمة استخراج إذن عمل، أنا ما بضيف نص كامل بشكل كامل، لأ وحطيت المعلومات التواصل بهذا الشكل بشكل خفيف، بعض شركات لأ بنحط لهم هون الموقع الإلكتروني والباقي التواصل دعوة التواصل اللي هي تواصل معنا كمان أنا كثير مهمة انه انا احطها في التصميم يعني بتلعب دور في بعض شركات بيستخدموها في بعض شركات لا لكن انا بفضلها وبالنهايه ما انا كل تصميم بتدخل فيه في الشركه يعني في بعض شركات ما بنقدر نتدخل في موضوع التصاميم اللي فيها بيكون الشركه عندها مصمم وبيكون عقد معك انه انت عباره بس تنشر وتروج فهي احد الشركات وهون احنا يعني ذكرنا هذا المثال وهون ما شايفين مذكور الرقم التليفون والموقع الالكتروني موضوع التصميم يعني بيفرق عن التسويق وما هو بنفس التخصص كيفية إضافة زر الواتساب ضمن المنشور هو تنشر المنشور يعني على سبيل المثال السريع أختار أنا أي صورة حطيت هيك بهذا الشكل وحطيت هون تلقي زر الواتساب، فهون ضاف زر الواتساب بس بهذا الشكل. طيب. هون نحن في عندنا كمان نقطة كتير مهمة في موضوع التصاميم، يعني ما يكون كل تصميم بلون مختلف تماماً أو كذا، لا، لازم يمشوا بروح وحدة وحكيناه كني هذا الشيء بي. بالدرس الاول في موضوع المقدمه اللي بتتعلق في البراند هويه كامله ليش نحن مثل ما ذكرنا انه موضوع اللون الازرق بيربطنا وقت ايش بيخلينا نتذكر بيتذكر موضوع شركه فيسبوك دائما بيخطر على بالنا وقت نشوف اللون الازرق خلص شركه فيسبوك فهون عملوا ربط تركيز انه هن خلص ركزوا على اللون الازرق فنحن كثير كثير مهم انه لازم نحافظ على انه التصاميم تتناسق مع الهويه البصريه لتكون تكون الصفحه عباره عن روح وحده معلومات التواصل مثل ما ذكرنا انا ممكن اذكر في البوست بالبوست عندي الرقم والايميل واذا كان نحن عنا شركات رسميه يعني على سبيل المثال كان في عندي اعلان عملته لامريكا لصفحه لنفس الصفحه تبعيه الحلاوه مثلا أنا عملته لأمريكا وراح يعني كمان تستفيدوا من هاي النقطة الشركات الأوروبية والخارجية سؤال هدول السيدات نقدر ناخذن مع الأسف أنا سألت الإدارة قالوا لي يعني فيكم بس اللهم تستفيدوا بموضوع الدروس اللي موجودة على اليوتيوب طيب أنا رح فرجيكم إعلان روجناه كان هون المبيع جملة فقط روجنا كان أي فيديو بدور على المنشور بس آه... نعم هون انا روجت على امريكا آه للعرب شوفوا انا هون شو عم جملة الجمله المفتاحيه مبيع جمله يعني اذا إن انت ما تاجر جمله لا تكمل القراءه انا ما بدي اياك تكمل القراءه اعمل سكيب للمنشور ما التاجر ما عنده وقت انه يتواصل مع واحد ياخذه يعطي اذا ما له شر جدي هون مثل ما شايفين أنا هون شو حطيت البريد الإلكتروني والموقع الشركات الأوروبية وقتها يكون في بريد الكتروني وموقع الكتروني فبتعلى المصداقية بشكل كتير كبير في إنه شو بإنه يتواصلوا ويجي ناس فعلا جديين. أستاذ الإعلان أو الترويج على الفيسبوك وأنستغرام مثلا بمنطقة الخليج بيظهر عند المستخدمين إنه هذول المنشورات ترويجية أو إعلام مثلا نعم تماما وقت ترويج وقت ترويج بيطلع عنده ممول هون نحن آخر شيء نجي على العروض خاصة أو أو المحددة يفضل التصميم يكون موجود مثل هيك إشارات خصم ومحطوط 60 100 ونستعمل هدول هذا الشكل يعني أو هذا الشكل مثلا تبع البنوز 100% بالمئة يعني هذا كثير كثير مهم نستخدمه مثلا بمنشورات او بعض منشورات ومهم جدا انه يكون موجود في التصميم. طيب نحن حاليا انتهينا في موضوع خطه النشر والاستراتيجيات، هلا حاليا فيكم تسالوني اي سؤال بيتعلق في درس اليوم في موضوع خطه النشر، يعني درسنا اليوم كان كثير كثير مهم هو عباره يعني اشرح لكم اياه وقت يجيني انا زبون ويقول لي يونس بدنا نبدا مع بعض اعطيني قدم لي مقترح انا بجي بقدم له خطه النشر ما بقدم له الخطه التسويقيه بقول له النشر هيك راح يصير على الشكل التالي هذا بيجي هو بيكمشه بيقول انا في عندي هون فيديو بروم وكذا كذا لكن يعرفوا يطبقوا على ارض الواقع ما بيعرفوا حصل اللي بيعرفوا مين يطبقه اللي بيعرفه هو انت او انا بعرف اطبقه لانه انا بعرف شو هو الفيديو البرومو اللي انا بقصد فيه واللي الهدف اللي انا حطيته انه انا بدي اوصله بعد الفيديو لازم يكون تعريفي في فيديو ترويجي انه بيكون عباره عن بصور الماكينات عم بصور خط الانتاج عم البضاعه شو عم تطلع او سير العمل وفي بعض شركات بتصور من البدايه للنهايه استاذ انا عندي صفحة بالبداية كنت انشر فيها كتير هلق بس عم, رو... عم روج القديم هذا الشيء بيأثر عليها لا ما بيأثر بس يفضل هلا انا احنا في عنا يعني كم مش موضوع الترويج اذا كانت عم تحقق الحملة الترويجية نتيجة مرضية لك لا تغير فيها شيء كمل كمل فيها وزيد ميزانيتها ممكن تشرحنا على الادوات اللي ممكن تفيدنا بهذا ال... بها المجال بالتفصيل الادوات بس المقصود فيها يعني ممكن توضيح اكثر على السؤال او الادوات بخصوص شو؟ احنا ذكرنا الموضوع مثلا بعد سال بموضوع التصميم بموضوع الفيديو ذكر برنامجين بموضوع التسويق الالكتروني والمجالات الادوات واللي هو انت بتعتمد بالبحث يعني انا سبيل المثال كان طلب مني تحديد ميزانيه لدوله نيجيريا فانا استخدمت جوجل كاداه انه انا ابحث على حجم عدد السكان في موضوع في نيجيريا كم عدد ال... في كي وورد ووردز مثلا مثلا هون نكتب استخراج مواقع كلمات مفتاحيه هون نحن في عنا مثلا على سبيل المثال كيورد آه تول شوف رح نشوف شو رح ممكن يفيدنا مثلا هذا الموضوع نحن هذا الكلمات المفتاحية يستخدموها في يعني خلينا نقول في موضوع التسويق آه عبر جوجل أو المقالات ما هون نحط اللغة سبيل مثال عندي منتج في السعودية لوكيشن طيب هون حطيت حلاوة عينيه ما هون بده مثل ما مع... تسجيل معلومات الدخول طيب شوفوا غماني يعني هاي نحن بنحسن نستخدم في ادوات جوجل في موضوع انه نحن شو العناوين اللي نستخدمها في كتابه المقالات او ممكن انا احط عنوان في موضوع المنشورات عني انه بحيث اذا حدا بحث عني في موضوع في على الفيسبوك او على الانستغرام في هون يعني تحديد دوله لكن انا هون حطيت جلوبال فينا نحدد دولة معينة ونشوف هل في بحث معين يعني عدد البحث في هذا المنتج كتير كبير ولا لا أنا هون كمان بيعطيني قياس بس قياس على جوجل يعني ما فينا نحن نعتمده يعني هل مع وجود مسوقية كتير للألبسة خاصة في سوريا هالشيء أثر على صفحات الشركات الأصلية كيف يمكن نجذب المتابعين ونزيد التفاعل بدون ما أحسس انه نحن بدنا اياهم يشتروا بس صناعه محتوى فقط لا غير صناعه محتوى في مجال الالبسه يعني هلا حاليا صار يعتمد صناعه محتوى الالبسه يعني بشكل كثير مستفز بس بموضوع سوريا يعني ما بيأثر يعني مهما كان في تسويق بالنهايه الشخص اللي بيتميز يعني تميز وأنت بتحصل نتيجة. طيب حدا بده سؤال؟ الدرس الجاي إن شاء الله رح نتكلم على موضوع مدير الإعلانات ونشرح أهميته ونتعرف عليه بشكل كامل. الله يسلمكم يا رب جميعا طيب اللي ما عنده سؤال فينه يطلع يعني فينه يخرج من الدرس الله يسلمكم جميعا طيب نلقاكم ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله